أهلا بكم في هذه الحلقة من عين على البحرين. الشيخ صالح كامل لا يرى دول الربيع العربي مهيئة لاستقبال استثمارات البنوك الإسلامية أو أي استثمارات أخرى. وأيضا محافظ مصرف البحرين المركزي يؤكد على جاهزية البنوك البحرينية لتطبيق معايير بازل 3. ولكن في البداية كعادتنا نتوقف أمام بعض من أهم أخبار البحرين الاقتصادية والمالية في أسبوع مضى. تابعونا. أعلن كل من بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنهما اتفقا مع شركة دار الاستثمار الكويتية على شراء حصتها البالغة 51.6% في بنك البحرين الإسلامي. وسيتم شراء الحصة من قبل بنك البحرين الوطني وشركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمبلغ 72 فلسا للسهم الواحد. وبموجب هذه الصفقة سيقوم كل من بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي بشراء نسبة 25.8% لكل منهما من أسهم بنك البحرين الإسلامي. وتخضع عمليات الشراء للحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية. يشار هنا إلى أن عدد أسهم بنك البحرين الإسلامي تبلغ نحو 940 مليون سهم، وبحساب سعر الصفقة على أساس 72 فلسا للسهم تكون قيمة الصفقة الإجمالية نحو 35 مليون دينار بحريني. ذكرت شركة ألومنيوم البحرين ألبا أن الشركة تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية في العام 2013 إلى 900 ألف طن من 890 ألف طن في العام 2012، وأنها تتوقع الانتهاء من دراسة الجودة الاقتصادية لخط الإنتاج السادس الجديد في الربع الثالث من 2013. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للخط السادس 400 ألف طن سنويا عند بدء التشغيل بنهاية العام 2015. وحول الكلفة التقديرية لبناء خط الإنتاج السادس لشركة ألبا، ذكرت الشركة أنها ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار. كشفت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة عن أن الشركة دخلت في عدة استثمارات عقارية، من بينها استثمارات في مشروع شقق معدة للبيع في لندن مع 10 مستثمرين معروفين من البحرينيين بقيمة تقدر بنحو 33 مليون دينار بحريني، وذلك بنسبة مساهمة قدرها 10%. كما عززت الشركة من تواجدها الخارجي من خلال شراء حصة في السوق الحرة في مومباي، إضافة إلى حصة تملكها في السوق الحرة في بيروت. احتلت البحرين المركز الرابع كأفضل دولة من ناحية التنافسية في قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقا لدراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع بوزان كامبني. وقد انخفض التصنيف العالمي للبحرين 15 مرتبة منذ التقييم الذي تم إجراه في العام 2011، وهو ما يرجع بصورة أساسية إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بالأزمة السياسية. ومع هذا فإن البحرين لا تزال تتمتع بعدة مميزات من عناصر القوة التي تتضمن البنية التحتية المتطورة للنقل والتنافسية السعرية القوية. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأفضل دولة من ناحية تنافسية قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين أن الشراكة مع أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية بهدف زيادة إنتاج البحرين النفطي، هذه الشراكة تعطي نتائج إيجابية حتى الآن. وقال أن مضاعفة إنتاج البحرين النفطي قد تكون في متناول اليد قريبا. المزيد في اللقاء التالي. البحرين طبعا يعني مستمرة في البحث عن مصادر جديدة للطاقة. يعني الآن نركز كل الجهود على أساس البحث عن الغاز العميق، ومن المؤمل أنه خلال السنة القادمة أن نبدأ في حفر أو برنامج الحفر وبرنامج البحث عن الغاز العميق. بالإضافة إلى هذه هناك أيضا دراسات يعني نقوم بها من أجل البحث عن مصادر إضافية للطاقة، وبالذات في المياه الأقليمية للبحرين. بالإضافة إلى أيضا البحث عن جدوى المصادر النفط الغير تقليدية، والتي يعني الآن يتطرق إليها الكثير من العاملين في صناعة النفط، بالرغم أنه هذا طبعا راح يأخذ مدى يعني طويل لتحقيقه، لأنه مشاريع مثل البحث عن مصادر النفط الغير تقليدية تقدر تقول ان هذه مشاريع يعني طويلة الأمد. هل ما زالت أوكسيدنتال الأمريكية مستمرة مع البحرين وفق الخطة التي أعلن عنها منذ عدة سنوات لاكتشاف حقول جديدة؟
يعني أوكسيدنتل أعتقد مبادلة الإماراتية أيضا. أوكسيدنتل والمبادلة يشتركون مع حكومة البحرين في من خلال الهيئة الوطنية للنفط والغاز نوغا هولدينج كشركة قابضة، يشتركون في شركة اللي هي تطوير، شركة بحرين، شركة تطوير للبحرين للبترول. وشركة تطوير طبعا مهمتها تطوير حقل البحرين، رفع إنتاجيته وزيادة والبحث في إمكانية زيادة مخزونه، وهذا العمل مستمر ونأمل التوفيق في هذا المجال إن شاء الله. ألا توجد نتائج لمشروعات شركة التطوير حتى الآن ممكن الإشارة إليها؟ يعني خلال الثلاث سنوات الماضية تم تحقيق 50% كزيادة في الإنتاج، وهذا طبعا يعني سبق كبير يشهد له، ونأمل أن تستمر هذه الإنجازات يعني في المستقبل. أخيرا دكتور، هل من رقم معين ممكن الإشارة عليه يشير لي يعني حجم الاستثمارات البحرينية في قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة؟ يعني حسب كما يعني كما تعرفون إنه مشروع تطوير يعني يهدف إلى إنفاق يعني العديد من المليارات يعني من الدولارات لتطوير الحقل، فهذا المشروع هو نفسه كافي لأولا تحفيز الطلب، تحفيز البحث عن أو إضافة المخزون الاحتياطي في البحرين، بالإضافة إلى خلق قيمة إضافية أو مضافة في المجتمع البحريني. استضافت البحرين هذا الأسبوع الاجتماع الدوري لمحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا الاجتماع الخاص بالمجلس النقدي الخليجي. أهم ما دار في هذين الاجتماعين وأيضا نتائجهما وأمور أخرى متعلقة بالقطاع المصرفي البحريني في لقائنا التالي مع محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج. هذا هو الاجتماع الأول الدوري لهذا العام، وطبيعة الاجتماعات الدورية تتابع أعمال اللجان الفرعية التي يعني وكل إليها كثير من الأمور الخاصة بمتابعة توحيد الأنظمة الرقابية ومتابعة أنظمة تسوية المدفوعات وكل ما يتعلق بالعمل الإشراف والرقابة المصرفية. يعني سعادة المحافظ، كلما اجتمع محافظو البنوك المركزية الخليجية دائما يتبادر إلى الذهن مشروع العملة الخليجية الموحدة، وما إذا كان هناك تطور محرز على هذا المشروع، هل هناك أمور تم مناقشتها في هذا الاجتماع اليوم في المنامة؟ هو حقيقة الأمر أنه موضوع العملة الخليجية الآن أصبح خارج عمل اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس، لأن الآن أنشئ المجلس النقدي والذي يضم الدول الأربع الأعضاء الموقعة لاتفاقية الاتحاد النقدي اللي هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين دولة قطر ودولة الكويت. فعمليا كل ما يتعلق بهذا الموضوع الآن أصبح ضمن إطار المجلس النقدي. ولكن لا يوجد تطور محرز حتى الآن على هذا المشروع؟ لا، إذا أردنا نتكلم عن المجلس النقدي فطبعا هناك كثير من التطورات صارت، ويعني أولها طبعا يعني توقيع الاتفاقية بين الدول الأعضاء الأربعة اللي ذكرتهم، إضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي، اختيار طبعا المقر في مدينة الرياض، والآن احنا في طور إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس، وقطعنا شوط طويل فيما يتعلق بالأنظمة الداخلية والأشياء الفنية المتعلقة بعمل المجلس. كلمة حضرتك في الجلسة الافتتاحية تطرقت لموضوع معايير بازل 3، ما هو الموقف الآن بخصوص جاهزية البنوك البحرينية أو حتى البنوك الخليجية من وجهة نظر محافظ البنوك المركزية الخليجية؟ والله أعتقد أن احنا قطعنا شوط طويل، يعني أنا بالنسبة لي في البحرين وكذلك بالنسبة للأخوان في بقية دول المجلس، بالنسبة لي تغطية المتطلبات الأساسية الأولية للمرحلة، لأن مشروع بازل سيتم تنفيذه على مراحل، وأعتقد أن النظام المصرفي في المنطقة يعني جاهز لتطبيق هذه الأمور، لأن نحن نأتي من قاعدة قوية يعني وأنظمة مصرفية متطورة وأجهزة رقابية عملت منذ فترة طويلة، اللي أدى في الواقع إلى أن استطاع النظام المصرفي الخليجي على فترة الثلاث سنوات اللي مرت بناء على تطورات الأزمة المالية أن يصمد ويقوم بإداء أعماله وتحقيق نتائج جدا ممتازة. يعني هل ستلتزم البحرين بالإطار الزمن المعلن سابقا لتطبيق معايير بازل 3 اللي هو بدأتها من 2013 في طبعا؟ يعني احنا دائما منذ البداية
بالنسبة لتطبيق المعايير المصرفية العالمية سواء كان بازل واحد أو اثنين. يعني سعينا دائما أن نكون جاهزين للتنفيذ، لأن لا يمكن الآن في هذا العصر أن نتخلف بشكل أو بآخر في تنفيذ المعايير المصرفية، تنفيذ تطبيق المعايير المصرفية، لأنه الضرر بيكون كبير في الواقع على النظام المصرفي وعلى مصداقية الأجهزة الرقابية، وهذا يشكل حجر الأساس بالنسبة لنا إحنا بالبحرين. ولهذا السبب إحنا سعينا منذ فترة من أجل أن يقوم أن نجهز القطاع المصرفي في إمكانية التطبيق، وسيتم إن شاء الله تطبيق حسب المراحل المقررة. يعني هناك تباطؤ سعادة المحافظ مؤخرا في إصدارات الصكوك السيادية في البحرين، سواء كانت قصيرة الأجل أم طويلة الأجل، يعني هل هناك من تفسير لذلك؟ لا، يعني هو التباطؤ من جانب يعني السندات ما زالت يعني بنفس الوتيرة. لا، يعني أنا أقصد أن احنا في البحرين دائما نتبع سياسة مالية محافظة، ونحرص دائما أن لا يكون هناك تضخم في الدين العام، ولكن على الجانب الآخر أيضا نريد أن نحافظ على وجودنا في السوق الدولية وفي السوق المحلية من حيث الإصدارات اللي توفر أدوات لامتصاص السيولة المحلية. فطبعا نحن نوازن بين احتياجات التمويل الميزانية واحتياجات الخاصة بالأوراق المالية المتاحة لامتصاص السيولة في النظام المصرفي المحلي. ما كان في هناك أي تباطؤ، إنما عندنا احنا برنامج مدروس يتم فيه بشكل سنوي تعميمة على البنوك المحلية، خاصة بالنسبة للإصدارات المحلية، على توقيت الإصدارات سواء كانت الإصدارات التقليدية أو الإصدارات الخاصة المتوافقة مع الشريعة، بحيث أن البنوك تعرف ما هو الجدول الزمني وتواقيتها محددة مسبقا. وإنما الإصدارات الكبيرة التي عادة نصدرها في السوق الدولية هذا مرهون باحتياجات التمويل الميزانية. فاصل قصير من بعده نتابع. الشيخ صالح كامل يقول أن غياب الأمن والاستقرار في دول الربيع العربي لا يشجع المصارف الإسلامية على الدخول في هذه الدول. انتظرونا. شريط المعلومات برعاية البنك الأهلي المتحد. كل واحد تجي فرصة بحياته، بس لازم يستغل الفرصة ولازم يشتغل ويجتهد ويكون نشيط. وبعد رؤية اليوم انه حقق اكتر كتير من اللي عملته. القراية هي كتير مهمة، وكل ما يقرأ كل ما بيعرف انه هو مقصر بكل شيء ولازم ينجح اكتر. الانسان اذا ما عنده طموح ولا بده ياخذ اي مخاطرة بالحياة، ما يروح يدفن حاله ويموت. شو قدر بها الشغلة كلها. مع ريكاردو كرم على شاشة CNBC عربية. البورصة الرياضية على شاشة CNBC عربية.
أهلا بكم من جديد. نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نظم حفل الاستقبال السنوي له في البحرين في الأسبوع الماضي، وكان من أبرز الحاضرين في هذا الحفل الشيخ صالح كامل الذي يعتبره كثيرون الأب الروحي للصرافة الإسلامية هنا في المنطقة. سألناه عن واقع ومستقبل الصرافة الإسلامية وعن الدور الذي من الممكن أن تلعبه في دول الربيع العربي مع صعود تيارات الإسلام السياسي لسدة الحكم في هذه الدول. تابعوا هذا اللقاء. نحن مو مهمتنا تجميع الأموال من الناس باسم الإسلام في البنوك الإسلامية وباسم البنوك الوطنية في البنوك التقليدية ونشيل هذه الأموال نرديها للغرب وترجع لنا بعدين من الغرب في شكل قروض أو إعانات أو إلا هي وبأسعار أغلى لمنطقتنا في أشياء تانية. نحن مهمتنا أن ننمي دولنا. أرجو أنه في هذه المرحلة الجاية نهتم بمقاصد الشريعة ومآلاتها، ونحن اهتمينا بآلياتها حتى تكتمل المنظومة. طيب سعادة الشيخ صالح، الآن هناك ترويج كبير لدور من الممكن أن تلعبه الصرافة الإسلامية في دول الربيع العربي التي شهدت تحولات سياسية وصعود تيارات الإسلام السياسي لسدة الحكم في هذه الدول. السؤال الآن، إلى أي مدى الصرافة الإسلامية بوضعها الحالي مهيئة لأن تقوم بالدور المنشود في التنمية الاقتصادية بهذه الدول ورفاهة شعوبها؟ أخي الكريم، هل هذه الدول مهيئة لاستيعاب استثمارات؟ إذا ما فيش أمان وما فيش استقرار، لا يمكن لا لمال إسلامي ولا المال ما هو إسلامي إنه يقدم. يجب أن تهتم هذه الدول أولا بالاستقرار والأمان عشان تجيها رؤوس الأموال. رؤوس الأموال ما تجي لا بالعاطفة الإسلامية ولا إنه بالحكم السياسي إسلامي ولا إنه في استقرار وأمان في استثمار. ما في استقرار وأمان ما في استثمار. معادلة بسيطة. للأسف أنا ماني شايف إنه دول الربيع العربي ولا اللهيب العربي إنه يعني حققت قدر من الاستقرار. أنا شايف إنه بالعكس، يعني هي أوضاعها الآن أسوأ مما كانت عليها قبل قيام الفوضى اللي سموها الخلاقة، هذه الفوضى الهدامة. فربنا يعيد الاستقرار والأمان لهذه الدول وستأتي الأموال وستأتي الاستثمار. كيف ترى إذن أفق الحل لهذا المشهد السياسي المعقد في هذه الدول الشيخ صالح؟ يعني في عندنا نظام الحكم في الإسلام واضح ولو آليات عديدة. للأسف بعض الناس بيسووا نفسهم أوصياء وخلفاء عن الله سبحانه وتعالى ويفسر لك الإسلام كما يراه هو. هذه رؤيتك أنت للإسلام، ما هي رؤيتي أنا. أنت بتستمد من القرآن والسنة وأنا بستمد من القرآن والسنة، فكل واحد يأخذ من القرآن والسنة، لكن لا تفرض علي مدرستك ولا مذهبك ولا رؤياك الضيقة، ما ممكن. وللأسف بعضهم سنوات طويلة وهم نسمع عنهم ظنينا أن عندهم خطاط وأنه عندهم قوانين وأنه دينا لقينا أنه المسألة ولا شيء. بيتعلموا للساعة في ما ممكن تسير الدول بهذا الشكل، ما ممكن. طيب العودة للحديث عن الصرافة الإسلامية، تحدثت في البداية سعادة الشيخ عن أهمية أن تعتني الصرافة الإسلامية في المرحلة القادمة بمقاصد الشريعة الإسلامية المستمدة من أخلاقيات المعاملات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي القائم على إعمار الأرض، ولكن في المقابل البنوك الإسلامية دائما ما تتحدث عن أن هذه البنوك ليست مؤسسات خيرية وهي أيضا مهتمة بتحقيق الربح. يعني كيف يتم تحقيق الموائمة بين أن تهتم بمقاصد الشريعة وتحقق الربح المرضي لمساهميها في ذات الوقت؟ مقاصد الشريعة لا تتضاد مع الربح. حلال عليك أربح، لكن خذ مخاطرة. ومبدأ معروف، كل ما زاد الخطر كل ما زاد الربح، كل ما قل الخطر كل ما قل الربح. بالعكس،
الشيء اللي نحن ماشيين فيه والتقليدي والتخوف هو اللي يؤدي للانكماش ويؤدي للكساد ويؤدي للبطالة. بينما إذا خدت مخاطرة زي ما الله أمر وأعمرت الكون، يعني تصور أنت إعمار الكون لولا في مخاطرة ما كان وصلنا إلى ما وصلت إليه البشرية الآن، سواء كان مسلم ولا غير مسلم، لكن في مخاطرة عمروا الكون، خرجنا من الكهوف إلى الخيم إلى المنازل إلى ناطحات السحاب إلى وصلوا القمر بالمخاطرة. في الإسلام الغنم بالغرم. نحن نحاول الآن سواء كان بنك إسلامي ولا بنك تقليدي مضمون 99.9%، طب ما حتسوي شيء جديد وحيكون النتيجة أنه ما في تنمية. بينما لو أقدمنا على المخاطرة المحسوبة وليس المقامرة لاستطعنا أن نعمر الكون. لو كل واحد فينا بس جمع مالا وعدده، الله بتوعد اللي يجمع المال ويعدده، بينما بيوعد اللي ينفق واللي ينمي واللي يشغل الناس بالخير الوفير. آيات الإنفاق في القرآن أكثر من آيات التوحيد في القرآن، لكن للأسف أنا ما بدعو لعمل خيري. الخير له جوانبه في الإسلام، في عندنا الزكاة، في عندنا الأوقاف، في عندنا الصدقات، هذه أشياء كلها من الاقتصاد الإسلامي. لكن المصارف الإسلامية لابد أن تربح، ولا من فين أجيب فلوس إذا ما أربح؟ لكن علي أن أشغل هذه الفلوس فيما ينفع خلق الله ويربحني. لكن إذا حطيتها أتفرج عليها وما أسوي لها ولا شيء، النتيجة لا أنا حيكون ربحي كبير ولا نميت الأرض كما أمر الله. على هامش حفل استقبال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، على هامش هذا الحفل أيضا استضفنا الشيخ إبراهيم الخليفة وهو رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسألناه لماذا تبدو البنوك الإسلامية البحرينية وكأنها تنتظر عودة انتعاش السوق العقاري لتعاود العمل من جديد وتحقيق الربحية التي تتمناها، ولماذا لم تتمكن البنوك الإسلامية من إيجاد بدائل استثمارية أخرى غير القطاع العقاري، بدائل ملفتة للانتباه يمكن الإشارة إليها حتى الآن. تابعوا هذا اللقاء. يعني احنا ما نقدر نضع أولويات لكل الصناعة المصرفية، ولكن لأن الصناعة المصرفية فيه تخصصات كثيرة، منها بنوك تعمل على مستوى القطاع العام، منها بنوك تعمل على مستوى يعني القطاع التجزئة، ومنها بنوك تعمل على مستوى قطاع الاستثمار، ومنها بنوك تعمل على مستوى قطاع ما يسمى الهول سيل فما إلى ذلك. ولكن إن كان لي رأي في هذا الموضوع فهو الأول هو أن تزيد حصتها في السوق، وتزيد حصتها في السوق في الجانبين، في جانب الموجودات والمطلوبات، هذا شيء مهم. نتيجة لأن البنوك التي دخلت مبكرة إلى هذا القطاع الآن تحقق أرباح الحقيقة مستدامة ومجزية، وتتوسع توسع مجزي ومستدام، يعني نسب مريحة في الاقتصاد. يعني طيب الآن شيخ إبراهيم، البنوك الإسلامية تبدو كأنها تنتظر عودة انتعاش السوق العقاري حتى تعاود العمل من جديد في القطاع الذي تحبه وتحقق الأرباح التي كانت تحققها في سنوات الازدهار قبل الأزمة الأخيرة، هل هذا صحيح؟ لماذا بدائل الاستثمار للبنوك الإسلامية غير واضحة حتى الآن؟ هو هذا الكلام صحيح، وأيضا لو تنظر إلى الكتلة النقدية التي تدار من قبل البنوك الاستثمارية عموما وشركات الاستثمار والإسلامية إلى حد ما قد تناقصت بحد كبير. يمكن تشاهدت الآن في الرسم البياني اللي بيّن أنها ابتدت تتنازل. لماذا؟ لأن كثير من المؤسسات المالية الإسلامية اتجهت، والمؤسسات الاستثمارية الأخرى، إلى التنمية العقارية. أن الاستثمار في العقار لكي يكون استثمارا ناجحا يجب أن يقابله 5 أضعاف استثمار في قطاعات إنتاجية، قطاعات إنتاجية ذات عائد مجزي يفوق تكلفة التمويل أو يضاعف عليها. فهذا هو الموضوع الأساسي
والمهم بالنسبة لي. لذلك لابد من تنويع قاعدة الاستثمار عند البنوك الإسلامية وأيضا بالنسبة إلى حد ما البنوك الاستثمارية، وأن تكون هناك قطاعات مثلا على مستوى كثير سواء صناعية عقارية، يكون شيء متوازن حتى لو تأثر قطاع معين يسد الباب بالنسبة إلى القطاع الآخر. أخيرا هنا في البحرين، من وجهة نظرك كيف من الممكن أن تحافظ البحرين على ريادتها كعاصمة للصناعة المالية الإسلامية في المنطقة مع نشوء مبادرات هنا وهناك في محيط البحرين لتأسيس عواصم مالية معنية بالصرف الإسلامية والصناعة المالية الإسلامية بالأساس؟ قوة المركز المالي في البحرين تقوم على أكثر من اعتبار. مبدئيا هناك فرق بين أن يكون هناك قطاع فليكن قطاعا صناعيا أو زراعيا أو وأن يكون هناك مركز. البحرين لكي تسبق وتجعل هذا المركز المالي مدعما لكي ينتشر أفقيا وعموديا ويصبح قطاعا مصرفيا، لابد من وجود خدمات مساندة وإضافية يصعب أو يتعذر خلق مثيلها بالسرعة الممكنة. من هذه الأشياء المنطلقة اللي انطلقت منها البحرين، فأسست طبعا على رأس هذه المؤسسات المساندة مثل هيئة المعايير المحاسبية والتي تضع المعايير لعمل المؤسسات المالية الإسلامية في كل شيء سواء في المحاسبة أو المراجعة أو المعايير الشرعية أو معايير الحوكمة أو قبل ذلك كل معايير أخلاقيات العمل. إضافة إلى ذلك المجلس العام للبنوك الإسلامية، وأنا لا أريد أن أطيل عليك، فأنت ألقيت نظرة لأن اليوم كانت مناسبة الحقيقة مهمة لكل القطاع المالي والإسلامي على وجه الخصوص، هو إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعرف. فإذا عرفت أن المجلس يدرب ما يقارب من 1000 متدرب في السنة للعمل في هذه المؤسسات، غير ذلك هو يجمع يعني وبكم بحوالي 7 لغات يوزع، فهذا عامل أساسي. الموضوع الثالث هو مؤسسة التصنيف الائتماني والتصنيف المصرفي اللي مركزها في البحرين لكل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم. الموضوع الرابع بطبيعة الحال هو إدارة السيولة في المصارف، وهي مشكلة مثل ما أنت تعرف، ولكن مركزها من يعد إدارة السيولة والبيع والشراء والتحويل والتدوير هو هذا المركز. لذلك ترى أن مركز انطلاق الصكوك الإسلامية في العالم هو من البحرين. نشكر متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل مع حلقة أخرى جديدة من عين على البحرين. لكم منا خالص التحيات.